والله في يقيني ان محمد وهب عايش واحنا اللي ميتين، يعني يعلم الناس فن الحياة، يستخدم سلاحا ويستخدم غناء وفنا بالشكل اللي استمعته اليه. والدة الشهيد محمد وهب معانا، الباقية في حياة حضرتك وربنا يصبرك. حياتك الباقية والبقاء لله، البقاء لله. البقاء لله. محمد يعني حالة، يعني هنا أنا لسه بقول لا يستخدم سلاحه بس، كمان ده محمد بيحب يغني وبيحب يكتب، وكمان بيستخدم الغنى والكتابة لمقاومة الإرهاب والظلام والكراهية. هو محمد أولا هو كان بيستشعر الشهادة من زمان، وهو فعلا زي ما حضرتك قلت بيجمع الأمل والسلاح والقوة، ودول الحاجتين اللي هم نفسهم يكسرونا فيهم ومش هيكسرونا، مش هيكسرونا. احنا ما بنتكسرش، إذا كانوا بيعملوا كده في ولادنا علشان نتكسر احنا ما بنتكسرش، ما بنتكسرش. ابني عاش راجل ومات راجل، الراجل يواجه، الخسيس يجي من الخلف. ابني مات راجل، ولو موتونا كلنا كلنا مش هيرجعوا تاني، مش هيرجعوا. عايز أسأل حضرتك محمد هنا تحديدا، أنا لسه بقول كاتب حتى قبل الاستشهاد وكأنه على موعد مع الاستشهاد، كاتب بالظبط. التعليق اللي كتبه بيتكلم عن مقابلة رب كريم والحياة لحظة وتسامحوا يا جماعة وتصالحوا، وكأنه ذاهب للشهادة وذاهب للقاء ربه. وده الفرق اللي بيننا وما بينهم. احنا ولادنا عندهم ايمان، ولادنا عندهم ايمان، ولادنا عندهم احاسيس جميلة، هم بتوع اكل وذبح ودم. ده الفرق اللي بيننا وما بينهم. ابني ما عملش حاجة، ابني كان رايح شغله، ابني كان رايح شغله، رايح الكمين بتاعه، رايح شغله. يقتلوه ليه؟ قتلوه ليه؟ ماشي قتلوه، بس برضه لا هتقتلوا فينا لا الإصرار ولا الأمل. وما تفتكروش إن أنتم ما هتعملوا كده هنقول ياه يا ريتنا ما كنا مشيناكوا، يا ريت. لأ لأ، مش هترجعوا تاني لو قتلتونا كلنا كلنا، مش هترجعوا تاني. والله يعني شايفين يا جماعة، يعني أم شهيد وهنا تتحدث بعزيمة وبقوة وبتماسك، وهو ده الرسالة اللي بتوصل للإرهابيين. يعني هم يعتقدوا إنه العائلات يعني هتتحطم و هتعلن يعني الهزيمة وهتبقى عائلات منكسرة، لكن شوفوا إزاي الناس أبية وشامخة مع كل الأحزان اللي بتعيشها. عايز أسأل حضرتك، إن محمد كان غاوي الغنى كده وال من صغره، من وهو عنده 5 سنين وهو بيعزف جيتار وبيعزف بيانو، من صغره من صغره. يعني ده حابب الفن، بيعزف ويكتب ويغني، من صغره من صغره. ومع إنه هنا دخل كلية الشرطة، يعني كمان يعني بيجمع، يعني عنده موهبة شوية يعني بعيدة تماما عن ما ذهب إليه بعد كده في كلية الشرطة. هو في كل الاوقات الفراغ والاجازات بتاعته كان على طول ماسك الجيتار، يا اما يغني اغاني لام كلثوم، يا اما عبد الوهاب، يا اما يلحن ويكتب، وهو يكتب اغاني جديده، كان واخدها هوايه. وكان بيحب يعبر عن الاحداث اللي بتحصل اول باول، زي حادثه الكنيسه كده، لان موريس اللي ذكره في الاغنيه ده صديقه فعلا الحقيقي، صحيح صديقه الانتيم فعلا فعلا. ده اللي قال اسمه في الأغنية اللي سمعناها ده مش من اسمه في شوية. الأغنية، ده صديقه وأخوه اللي متربيين مع بعض، ده حقيقي يعني. لا، ابني راجل، ابني مات راجل، طبعا هما جبنة، طبعا ابني مات راجل. وزي ما انت شفت حضرتك هو مقبل على الموت ازاي، مش همه. مش اقول لحضرتك حاجة،
على مرة بقول له يا ابني الله يخليك وانت نازل ابقى بص تحت العربية لا يكون حد رمي لك قنبلة تحت العربية. قال لي يا ماما يعني ربنا يبقى جايب لي هدية وانا اشيلها؟ طب ما انا هدية كده هبقى شهيد. بيعتبر القنبلة اللي ربما تؤدي لاستشهاده إنها هدية من ربنا يعني. ايوه ان هي هدية من ربنا. يا ابني يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه يا حبيبي ليه؟ قل لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا، على طول ده اللي في بقه. قل طيب وده واضح في يعني في كلامه يعني. شوفوا يا جماعة، اللي يعتبر إنه أدوات الجماعات الإرهابية دي يعني هي هدايا مش هتصيبنا انما هتؤدي الى انتصارنا، وهيبقى الناس كده بتتعامل مع هذه القنابل على انها هدايا لانهم ينتظرون لحظة الاستشهاد، لانه الوطن هينتصر بكده بانك توصل هذه الرسائل للصمود. الجماعات الارهابية هدفها انها تخوف الجميع، المجتمع وضباط الشرطة، فلما تلاقي الحالة دي حالة عناق الاستشهاد وانتظاره. عايز اسال حضرتك يعني بالتاكيد العمليه الارهابيه امبارح، واحنا الحقيقه تابعنا وشفت اللي كاتبه محمد، يعني اكيد عند لحظه معينه لما ابلغتي باستشهاد محمد وهبه تعاملتي مع اللحظه دي ازاي يا ام محمد؟ تعاملت مع اللحظه يعني بقيت اقول يا رب اللهم لا اعتراض أنا راضية، اللهم لا اعتراض أنا راضية أنا راضية الحمد لله، ما قلتش حاجة تغضب ربنا. طبعا انهارت عيطت كأم فراقه طبعا، لكن ما قلتش كلمة تغضب ربنا. الحمد لله الحمد لله، لأن أنا زي ما بقول لحضرتك هو راجل راجل، وهو زي ما بتقول لحضرتك هم بيقبلوا على الموت بشجاعة، بالنسبة لهم هم شهداء. احنا يا اهالي اذا كانوا فاكرين ان هم هيعملوا كده عشان يقول يا ريتنا ما شلناهم يا ريتنا يا ريتنا، مش هيحصل مش هيحصل. اقتلونا كلنا بس مش هترجعوا تاني. انا بشكر حضرتك والله، نموذج رائع لام البطل لام الشهيد، يعني الكلمات اللي كلها قوة وكلها عزيمة وكلها صمود، مع ان البعض يعتقد انه احزان الناس ربما تدفعهم للضعف وتدفعهم الى حالة مختلفة، لكن لا، مع شهدائنا هتلاقوا امهات بهذا الشكل بيوصلوا رسائل اقوى من قنابل ورصاص الارهاب.